وللحديث أكثر ينضم إلينا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. نواصل حديثنا بداية، كيف تقيم تقدم مشروع الضرائب الأمريكية وانعكاسه على أداء الدولار الأمريكي؟ حقيقة يعني هناك نوع من التفاعل الإيجابي داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالبيانات والاقتصاد. ترامب أنهى تقريبا عام رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية مع جروث ونمو أعلى من التوقعات وأداء إيجابي إجمالا. بالنسبة لأحد أهم بنود حملته الانتخابية كانت هي برنامج الضرائب. حتى الآن الأمور ستكون إيجابية للشركات ولأداء الشركات. تمرير المشروع طبعا لم يتم حتى الآن بشكل كامل، ولكن في مرحلة تقدم إيجابية مثل ما ذكرت بسؤالك، وبالتالي إمكانية أن يصعد يعني خلينا نقول الأداء الأسواق الأسهم الأمريكية بشكل أكبر بالاستفادة من هذا القانون إذا تم فرضه وإعلانه، سوف يكون بلا شك أداء إيجابي للأسواق الأمريكية. نعم، طيب ماذا تتطلع من خطاب جانيت يلين قبيل مغادرتها رئاسة الفدرالي الأمريكي؟ طبعا اليوم لدينا خطاب لها، وبالتالي الأهم هو التأكيدات بشكل أكبر. نحن حصلنا على تأكيدات كافية حتى الآن نحو تشديد السياسة النقدية ورفع ثالث لأسعار الفائدة خلال هذا العام. الآن مع رئيس جديد للفدرال الأمريكي باول، من المتوقع بشكل كبير أن يبقي على السياسة النقدية كما هي، وبالتالي حديث جانيت يالن اليوم سوف يعطينا نوع من الانديكيتر أو المؤشر لأداء الفيدرالي خلال العام القادم. هل لازال مستمر في تشديد السياسة النقدية بنفس الوتيرة، وبالتالي إمكانية أن نصل إلى مستويات 3% كأسعار فائدة خلال تعاملات العام القادم إذا ما يعني نفس وتيرة رفع أسعار الفائدة. مهم جدا متابعة خطاب جانيت يالن اليوم لرؤية الفيدرالي الأمريكي حول أداء الاقتصاد، هل لا تزال إيجابية؟ نعم، أيضا مع صعود الدولار الأمريكي ما حظوظ الذهب؟ إجمالا الذهب تحت ضغط كبير، يستفيد فقط من حالات التوترات السياسية بشكل أكثر تحديدا، ولكن لا يوجد فيه المومنتوم الكافي أو الزخم الكافي للاستقرار فوق على الأقل فوق مستويات 1270 دولار للأونصة، وبالتالي ذلك يزيد من الضغط على الذهب. أهدافنا لا تزال دون مستويات 1214 دولار للأونصة على المدى المتوسط إلى البعيد بالنسبة لأسعار الذهب. نعم، أيضا اليوم تراجع الناتج الصناعي الألماني بأكثر مما كان متوقع، كان له أثر أو يعني أثر على أداء اليورو بشكل سلبي. ما الإشارات التي تقرؤونها من تلك البيانات؟ حقيقة القراءة هي يعني تراجع بناقص 1.6% Industrial Production أو الإنتاج الصناعي الألماني، بلا شك له تأثير على الاقتصاد الأوروبي كأكبر اقتصاد في ألمانيا، ولكن يعني الأهم من ذلك في المنطقة الأوروبية هي بيانات التضخم بشكل أكثر تحديدا، استمرارية تعافي أو تحسن، وأن تكون هذه البيانات مؤقتة بعض الشيء ممكن أن يعيد التفاؤل نوعا ما في منطقة اليورو في المرحلة الحالية، ولكن بلا شك اليورو ضغط كسر مستوياته الأدنى عند 1575، ممكن أنه يضغط بالاتجاه الهابط بشكل أكبر، ولكن خلال تعاملات فترة قصيرة، نتحدث عن هذا الأسبوع والأسبوع القادم. نعم، ما الإشارات التي قرأتموها من خلال خطاب ماريو دراغي اليوم؟ ما ننتظره حقيقة من خطاب ماريو دراغي أن يكون هناك هذا التفاؤل نوعا ما بمستويات التضخم. طبعا البنك المركزي الأوروبي أقر تمديد برنامج التيسير النقدي وإن كان التقليص أقل من التوقعات حتى الآن، لكن لا يزال هناك النكهة التيسيرية بشكل واضح داخل المركزي الأوروبي. أي جديد في لهجة دراغي فيما يتعلق بتوجه نحو تشديد بعض الشيء أو إمكانية أن يكون هناك نهاية معروفة وليس open end، يعني نهاية مفتوحة للبرنامج التيسير حتى الآن، إذا تم تعيين موعد نوعا ما سوف يكون لذلك أثر إيجابي على تعاملات اليورو. نعم، نتحدث قليلا عن العملات الافتراضية. اليوم جولدمان ساكس توقع ارتفاع البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد. هذه الارتفاعات الكبيرة في سعر البيتكوين تجعلنا نتساءل، يعني هل خرجت هذه العملة عن السبب الرئيسي لوجودها في الأساس؟
هناك مجموعة من الأسباب التي دعت إلى وجود هذه العملة، لكن إجمالا هي عملة تخضع بشكل، يعني خلينا نقول هي أبرز أداة استثمارية تخضع حقيقة فقط للطلب والعرض عليها، لأنه لا يوجد regulations أو يعني لا يوجد تنظيم أو هيئة منظمة لتعاملاتها. وبالتالي ما نراه حاليا هو إقبال شديد، هو توجه نحو إمكانية أن يكون هناك نظام مالي نقدي افتراضي مستقبلي بشكل بيتكوين والعملات الكريبتو كرانسيز إجمالا أو العملات الافتراضية. من المتوقع بشكل كبير أن يكون لها مستقبل، والبيتكوين يعني لا يمكن أن نغفل هذه الارتفاعات العملاقة التي حققها على الأقل بدأ مشواره هذا العام $1,000 والآن نحن عند $7,550، فبالتالي ولا تزال هناك سقف $10,000 قريب بالنسبة لتعاملات هذه العملة الافتراضية. بلا شك حتى دول يعني مثل جولدمان ساكس، خلينا نقول بيت مالي معروف عالميا، يتجه إلى الاستثمارات في الكريبتو كرانسيز وإلى التداولات والمحافظ، ولكن الفولاتيليتي أو التذبذب العالي هو السمة الأبرز الموجودة في تعاملات البيتكوين والعملات الافتراضية. طيب في حال انهيار أو حدوث أي انهيار في تعاملات البيتكوين سيؤثر ذلك بشكل مباشر على العملات الافتراضية الأخرى برأيك؟ طبعا لانه هي اكبر ماركت كاب او خلينا نقول اكبر راس مال هو البيتكوين بحوالي $120 مليار امريكي حاليا حجم مقتنيات البيتكوين حاليا، وبالتالي ذلك يؤثر لان الحصه هذه 3 أضعاف العملات الاخرى. نعم. بالتالي بلا شك سوف تؤثر على اداء كل العملات الافتراضيه الاخرى. نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في مجموعه ايكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. Thank you.